دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيدي الارصاد بتتوقع ان يشهد اليوم طقس شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشماليه، مائل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل متابعي صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان احنا امبارح كان عندنا انخفاض يمكن درجه او درجتين، لكن مع ارتفاع نسبه الرطوبه ما كناش حاسين قوي بان في نسمه الصيف، يعني كان لسه برضو الجو حاسين بحراره الطقس. بالفعل طبعا، يمكن احنا بالامس سجلت القاهره درجات حراره في حدود ال 35 درجه مئويه، ودي تعتبر منخفضة مقارنة باللي كنا بنشوفه قبل كده من ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة. لكن بداية من أغسطس وحتى الآن درجات الحرارة على القاهرة كلها بتتراوح ما بين ال 35 ل 36 درجة مئوية، ودي تعتبر إما حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات بحوالي درجة فقط. يعني ما فيش ارتفاعات قوية في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وده الوضع اللي مستمر عليه أغسطس من بدايته حتى الآن. صحيح. وده كمان مستمر يمكن لمدة أسبوع قادم على الأقل. درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة مئوية، لكن 36 درجة مئوية مع نسب الرطوبة المرتفعة خلال هذا الشهر، زي ما كلنا ملاحظين نسب رطوبة عالية جدا سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل، ده بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بمعدل بيصل لأربع درجات. صح. يعني ال 35 أو 36 اللي بتسجلها القاهرة المواطن بيشعر بيها وكأنها 39 أو 40 درجة مئوية، زي اللي بيتم تسجيلها مثلا في فصل الربيع اللي بيكون طبعا فيه نسب رطوبة منخفضة. وبالتالي بنقول استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار. كمان بنلاقي خلال ساعات الليل حتى داخل المنازل أو الأماكن المغلقة الطقس بيكون مائل للحرارة بشكل كبير جدا نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة اللي بتوصل بالليل لأكثر من 95% على المحافظات الشمالية، وبتكون 85% بالنسبة للقاهرة. ودي دايما بنقول انها نسب عالية جدا من الرطوبة بتخلي الأجواء مشبعة تماما ببخار المية، وبالتالي بتكون الأجواء خانقة إلى حد ما، ده خاصة داخل المناطق المقفولة. طبعا كلنا عارفين ان نسب الرطوبة ذروتها بتكون خلال شهر أغسطس في طبعاً فصل الصيف. ودي بالفعل نسب عالية. بس والله يا دكتور يعني نسب الرطوبة عالية، لكن مقارنة بالموجات الحر اللي عشناها في شهر 6 وفي شهر 7 بالنسبة لنا شهر أغسطس يعني حنين علينا شوية، حاسين ان هو طبعا درجات الحرارة مش زي المعتادة، احنا كلنا كنا متخوفين من ارتفاع درجات الحرارة فيه. بالتأكيد طبعا، يعني احنا بنتكلم ان طوال الشهر، احنا يعتبر في منتصف الشهر حاليا، درجات الحرارة لم تتجاوز ال 36 درجة مئوية حتى الآن، ما بين 35 ل 36، في حين ان شهر 6 وشهر 7 كانت أيام أو موجات متتالية درجات الحرارة فيها لا تنخفض عن ال 37 درجة مئوية، وكان أيضا في نسب رطوبة مرتفعة. وبالتالي شهر أغسطس يعتبر هو الأفضل لو قارناه بالشهرين الماضيين، وزي ما بنقول لمدة أسبوع قادم على الأقل هتظل درجات الحرارة في حدود 36 درجة مئوية. كمان بتستمر معانا الشبورة المائية الخفيفة اللي بتتكون خلال ساعات الصباح الباكر. الشبورة المائية بتكون مدتها 3 لأربع ساعات بالكثير، بتتكون على السواحل الشمالية والوجه البحري، مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وأيضا مناطق من وسط سيناء. كمان بيكون في اليوم وغدا نشاط للرياح بيكون ملحوظ نسبيا على كافة مناطق الجمهورية، تتراوح سرعاته من ال 35 ل 40 كيلو متر على الساعة، بيكون مثير لبعض الرمال والأتربة على مناطق من محافظات جنوب الصعيد، ده النهاردة وبكرة إن شاء الله. كمان لو اتكلمنا بمناسبة محافظات جنوب الصعيد، قبل ما ندخل قبل ما نتكلم عن جنوب الصعيد، حضرتك بتقول الرياح دي هل هتكون على السواحل الشمالية، فده هيأثر على حركة البحار خصوصا السادة المصطفين، واحنا النهاردة الخميس فمعظم الناس بتسافر في الويك اند، هل نزول المية او الشواطئ في الساحل الشمالي او في السواحل الشمالية كلها بصفة عامة آمنة اليومين دول؟ لا، هو مش هيأثر على الشواطئ البحر المتوسط، مش هيأثر عليها بشكل كبير. ارتفاعات الأمواج
النهارده وبكره على البحر المتوسط هتكون 2 متر على اعلى تقدير، لكن في نشاط رياح النهارده وبكره على مناطق او على شواطئ من البحر الاحمر بتوصل عليها الامواج ل 2.5 المتر، وسرعات رياح بتصل ل 45 او 50 كيلومتر على الساعه. فده بالفعل ممكن يجعل بعض شواطئ البحر الاحمر مرتفعه نسبيا، ودي بالتاكيد بيحددها المسؤولين هناك عن الشواطئ. لكن نقدر نقول انه من يوم السبت القادم قد يكون هناك ارتفاع نسبي في الامواج على شواطئ البحر المتوسط، علشان كده نخلي بالنا من يوم السبت المصيفين على شواطئ البحر المتوسط ممكن بعض الشواطئ ارتفاعات الامواج فيها تتجاوز ال 2 متر وتصل ايضا الى 2.5 المتر. صحيح. ده بالتاكيد بالنسبه لحركه الملاحه البحريه وارتفاعات الامواج. هنرجع لجنوب الصعيد، وطبعا اللي كان بيشهد الفتره اللي فاتت محافظات اسوان وابو سمبل والوادي الجديد وحلايب وشلاتين حاله من عدم الاستقرار في حاله الطقس، عايزين نطمن على حاله الطقس هناك. لا الحمد لله، طبعا محافظات الجنوب بدات تستقر فيها الحاله الجويه تماما. الشريط المداري او الحزام المداري اللي كان بيرفع السحب بشكل كبير ويخليها متعمقه داخل الحدود الجنوبيه المصريه وكان بيؤدي الامطار استمرت يمكن اكثر من 10 ايام او اسبوعين، بدا ينزل ناحيه الجنوب، بدا تاثيره ينحصر فقط على السودان. ممكن نلاقي الايام اللي جايه بعض السحب الخفيفه على جنوب مصر، مناطق من حلايب وشلاتين، لكنها غير ممطره تماما، وبالتالي الاجواء هناك استقرت بشكل كبير. بدأت درجات الحرارة تعود أيضا إلى 43 و44 درجة مئوية على أسوان ومناطق من أيضا محافظة الأقصر. لكن زي ما قلنا النهاردة وبكرة هيكون عندهم نشاط للرياح الشمالية الغربية اللي هتكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، فنخلي بالنا كويس مرضى الحساسية الصدرية أكيد. هناك والجيوب الأنفية توخي الحذر التام، غلق الأبواب والنوافذ أثناء إثارة الرمال والأتربة، وكمان المسافرين على الطرق اخذ الاحتياطات اللازمه. قد تنخفض معاه الرؤيه الافقيه لكن مش هتكون بنسبه كبيره، هيكون انخفاض نسبي او انخفاض قليل في الرؤيه الافقيه. طبعا دي اهم النصائح اللي بنوجهها لسكان محافظه الصعيد، بالاضافه طبعا لاخذ الاحتياطات اللازمه نتيجه الارتفاعات الكبيره في درجات الحراره هناك. ودايما بنقول بسبب ارتفاع نسب الرطوبه على كافه مناطق الجمهوريه لازم نحافظ دايما على التواجد في اماكن جيده التهويه خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل، وخلال ساعات الليل فتح النوافذ بشكل جيد لتغيير حركه الهواء، وده كله بيساعد في تخفيف احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه وارتفاع درجات الحراره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياطي عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدأها من القاهره العظمى 36 الصغرى 26، العاصمه الاداريه 37 27، اسكندريه 33 25، العلمين الجديده 32 24، مطروح 32 25، دمياط 33 26، بورسعيد 34 27، اسماعيليه 37 26، السويس 37 27، العريش 35 25، كاترين 34 19، طابا 37 27، حلايب 37 32، شلاتين 41 31، شرم الشيخ 39 31، الغردقه 40 30، الفيوم 36 26، بني سويف 37 25، الوادي الجديد 43 28، اسيوط 40 26، سوهاج 41 27، قنا 42 29، الاقصر 43 30، واخيرا اسوان 43 31. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس في استقرار في الاحوال الجويه في الطقس على معظم محافظات الجمهوريه، والجو كمان مهيئ لنزول المياه للساده المصطفين في البحر الابيض المتوسط، لكن بالنسبه للبحر الاحمر يا ريت ناخد بالنا شويه.